الاختصاص المحلي. المادة 49 من قانون المرافعات إنه تكون المحكمة المختصة محلياً هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. دي القاعدة في المرافعات. أطبقها لما أجي نرفع دعوة نفقة أو دعوة رؤية أو ضم أو مسكن حضانة، لازم أرفعها على مادة على مسكن المدعى عليه، موطن المدعى عليه. ليه؟ أنا عندي المادة 12. خلي بالك، الاختصاص المحلي متعلق بالنظام العام ولا مش متعلق بالنظام العام؟ ها؟ الاختصاص المحلي. طبعا احنا عارفين الفرق بينه متعلق بالنظام العام انه يجوز الدفع به في اي مرحلة والمحكمة تتصدى ليه من تلقاء نفسها، ولا يسقط بالتكلم في الشكل. كلام كتير مش مجرد كلمة بتطلق يعني، لكن لو هو دفع شكلي وقلنا والله كذا ولا يسقط، والحاجات الترتيب اللي احنا عارفين في ابداء الدفوع ولا كتابة المذكرة ما بين ترتيب الدفع الشكلي الاول ولا دفع الموضوع. ها؟ يعتبر متعلق بالنظام العام ولا مش متعلق بالنظام العام؟ الاختصاص المحلي متعلق ليس من النظام العام. طيب احنا بنسأل السؤال على الاحوال الشخصية ولا بنتكلم على القواعد العامة في القانون المرافعات؟ الكلام يكون كده. لو بتتكلم يا سيادة المستشار على الاختصاص المحلي في القواعد العامة في القانون المرافعات، الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام، لابد ان يحضر المدعى عليه ويدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ويطلب احالتها الى المحكمة المحلية المختصة. اما في الاحوال الشخصية فهو يعتبر متعلق بالنظام العام بصدور قانون الأسرة المادة 12. قالت تكون المحكمة المختصة محلياً التي ترفع أمامها أول دعوة تكون مختصة محلياً بنظر سائر الدعاوى التي ترفع بعد ذلك، أو تكون مترتبة أو متعلقة بالدعوة الكذا. نعم. استأنفوا. طيب طب ما احنا عاملين الاستئناف ليه واحنا قاعدين في النقض بنعمل ايه؟ وأيدت معلش وأيدت الدعوة الدفع بتاعك بمستند؟ اصل هو يعني انا جبت شهادة من الجدول بالصحيف الدعوة السابقة. لان احنا اذا كنا بنقول انها متعلق بالنظام العام يجب تكون عناصر الدفع مطروحه قدامي. هو انا اعرف منين انه في دعوه في اسوان؟ اعرف منين انه في دعوه في اسوان قبل كده وانه دعوه بتاعت اسوان سابقه؟ يعني ممكن تكون مرفوعه بس يكون لاحقه، اللي عندنا اقدم التاريخ بتاعها. ماشي. لا انا مش عاوز حكم، هي صوره شهاده من الجدول بس عاوزين شهاده من الجدول. انا مالي ومال الحكم؟ لا، المشرع لم يرتب اختصاص على صدور حكم فيها، هو بالقيد اول ترفع. والماده 65 اهو ده اللي بقول عليها انا بقى، المعيار ايه بيني وبين حضرتك؟ قانون ماده 65 الصحيفه تعتبر مرفوعه من تاريخ ايه؟ القيد ولا من تاريخ الاعلان ولا من تاريخ صدور حكم؟ بس من تاريخ القيد، اليوم اللي بتقيد فيه الصحيفه يترتب عليها كلام كتير، قطع التقادم ويترتب عليها اللي حضرتك بتقول عليه. خلاص خلاص. طيب معلش استأنف، ما احنا عاملين استئناف ليه؟ كل انسان بيخطأ برضك، مفيش مشكله. معلش ما تستأنف. لا شخصيا دي حاجه خاصه بقى. معلش خلاص يا بهوات، يبقى بنقول حاضر. معلش اعتبره من نظريه الرساله السوداء. خلاص. الاختصاص المحلي قلنا في الأسرة طبعا المادة 15 في دعاوى معينة النفقة والطلاق ادت المدعي بالخيار يرفع الدعوى في موطنه او في موطن الايه المدعى عليه. خلاص. لكن احنا برضك يهمني، انا عاوز اوصل انه المادة 12 قانون الأسرة جعلت الاختصاص المحلي متعلق بالنظام العام بالنسبة لاول صحيفة، اول دعوة ترفع بين الزوجين هي المفروض ان نرفع دعاوى كافة الايه الدعاوى.